لازم تترك المدرسة، لا تلعب مع أطفالنا رح تعديهم. مسكين خطية كيمياوي يأذي، سويت من فقدت شعرك. الله يعينك على هالحياة والله يكفينا من الشر. هالكلمات اللي يسمعها محارب السرطان كل يوم، هالكلمات اللي خلتنا نخاف نحلم، نخاف من نظرات العطف مو من السرطان. تعال بلبي أشيلك؟ تروح تاخذ جرعة؟ لا بلي ايش نسوي؟ ويني زين نروح انا وياك ناخذ جرعة؟ هالصورة تجسد الجمل اللي يسمعها الأطفال كل يوم، اللي يكون وجعها أشد من الجرعات اللي تحرق أجسادهم. قبل 8 سنوات تأسست مستشفى الطفل التخصصي بالبصرة حتى تصبح مأوى لحرب كبيرة تعرف بالسرطان. وخلال هالحرب بدأت رحلتي بالبحث عن جواب لسؤال واحد: شنو معنى السعادة بعين طفلة مصابة بالسرطان؟ السعادة هي مو الألعاب اللي راح تنكسر وتضيع، السعادة هي مو الحفلات اللي راح تنتهي بساعة أو ساعتين. شنتي اللي أشوف بعيونهم هو الخوف، هو اليأس من المجهول، هو شيء أشبه بالموت. السعادة مستحيل تنبني من دون وطن دافي، والوطن الدافي كان عبارة عن أم وأطفالها. لا مامي ها هسه راح اجيكم. يا سوبرمان سوبرمان ام وحشني يا حبيبي انا لا ياسر لا ناصر لا ياسر ناصر انا عندي 157 محارب للسرطان. شنو نخلق عائله دافيه؟ شنو ناكل مع بعض ونلعب مع بعض ونضحك ويا بعض؟ ولما نصير الليل شنو نجتمع بزاويه غرفه واحده اسمع احلامهم، اسمع مخاوفهم اللي هي من الناس اكثر من السرطان. كانت دائما اسئلتهم تقول: ماما ليش الناس تخاف من عندنا؟ ليش الناس تضحك علينا؟ او ليش الناس تبكي علينا؟ ماما احنا راح نموت؟ ماما من اول واحد يموت بيننا؟ ماما لا تعوفينا وحدنا نخاف. الفكره اللي تولدت لي انه بعد ما خلقنا عائله دافيه لابد يكون عندنا هدف نعيش من اجله. وهالهدف كان ينولد كل يوم. كنت اقول لهم لا تخافون ماما، راح يجي اليوم اللي نقف بوجه كل اليائسين ونحقق احلامنا. ويجي ثاني يوم نور تريد تصير مغنية ومهندسة، وعلي يريد يصير مسرحي ودكتور حتى نحقق هاي الأحلام. حسيت إنه إحنا لازم نأسس فد مكان بعيد عن وحشة المستشفى. أسست أكاديمية المحاربين اللي هي عبارة عن كرفان صغير داخل المستشفى، وهالكرفان انقسم لقسمين. القسم الأول هو قسم التعليم، كون أغلب الأطفال تركوا مدارسهم قسراً. والقسم الثاني هو قسم العافية، القسم اللي بيه نتعلم شلون نطلع جيش قوي قدام كل الناس، جيش من العازفين، الرسامين، النحاتين، المغنيين. وهالجيش كان هو الجواب للسؤال اللي ظليت ابحث عنه: شنو معنى السعاده؟ السعاده هي ثقه الطفل بنفسه، شعوره انه انسان قادر رغم كل شيء. السعاده لما تتبدل كل نظرات العطف الى نظرات الفخر. دائما الناس تسالني: تالا انت شلون متحمله؟ لما يكون عندك اكثر من 100 طفل يركضون باتجاهك اول ما تدخل للمستشفى، لما يكون عندك اكثر من 100 طفل يتناسون ريناوي بايديك، لمن راح تقرا قران اليوم؟ ومع من راح تغني؟ ولمن راح تشتري ملابس؟ لما يكون اكثر من 100 طفل يتنافسون من راح يضم لك غداء اول؟ لما يجي محمد اللي هو اول شخص منتصر عندي على السرطان قبل سنتين يقول لي: ماما أنا صرت أب، ماما صار عندنا حفيد بالعائلة. لما يجي كرومي اللي هو أكبر مني ب3 سنوات تشافه قبل عدة سنوات، ولهاللحظة كل فعالية أقيمها للأطفال
ألاقي أول شخص يقول لي يما أنا يمك شنو تحتاجي؟ هاي فعلا السعادة الحقيقية. ما أنكر لحظات الوجع اللي تتخلل كل سعادة، ولو نكون يائسين فالوجع والموت والقتل موجود بكل أرجاء العراق. أنا استسلمت عدة مرات، اللي هي 3 مرات بالضبط. المرة الأولى والثانية لا تحكى ولا تبكى، أما المرة الثالثة كانت مع عبد المهدي. عبد المهدي هو ابني الوسطاني، عمره 11 سنة. عبد المهدي حارب السرطان لمدة 2 سنين لحد ما قالوا لي إنه عبد المهدي تشافى تماماً من السرطان. والدة اتصل بي قال لي تالا عبد المهدي صار عنده فقر دم ويحتاج إنه أنت تكونين يمه لأنه يرفض أي شخص يدخل للعناية المركزة. فظليت كل يوم أطلع من الامتحان، امتحان صيدلة، أروح لعبد المهدي مباشرة للعناية، ناكل ونلعب ونضحك مثل أي أم وابنها. بيوم من الأيام جاني اتصال قالوا عبد المهدي ما كان عنده فقر دم، عبد المهدي بآخر مرحلة من المرض وقطعوا عنا العلاج ولازم تكونين مباشرة موجودة بهاللحظة. تركت الامتحان ورحت مباشرة لعبد المهدي بدون ما يتغير أي شيء، حضرت له الأكل اللي يحبه ووصلت المستشفى. المستشفى تنقسم لطريقين، الطريق الأول يروح للعناية المركزة والطريق الثاني يروح للردهات. أنا عادة إذا عندي طفل تعبان أول شيء أروح أشوف أطفالي اللي حالتهم أحسن خوفا من العناية تأخذ كل طاقتي. قبل ما أوصل لردهات إجاني صالح أيضا من ابني الوسطاني اللي عمره 12 سنة. صالح لما كان يخاف كنت ألزم إيده حتى يحس بالأمان. قال لي ماما عادي ألزم إيدك؟ صالح حس إني لازم ينطيني الأمان بهاللحظة. قال لي لا ترحيل العناية. قلت له صالح شنو اللي صاير؟ قلت له مجرد أروح أوكل مهدي وننزل للأكاديمية بدون ما رح يختلف أي شيء. قال لي ماما لا ترحيل العناية. حضرني صالح. صالح اللي كان موجود قدامي كان أكو 4 أطفال بباب الردهة وباب كل غرفة أكو طفل ينتظر ننزل للأكاديمية. بهاللحظة أنا إذا أنهار أو أي تصرف خطأ ممكن رح ينهي حياة كل هذول الأطفال. عبد المهدي متوفي بالعناية المركزة والأطفال هذول لازم يجدون للأكاديمية. بالوقت اللي أنا عندي طفل تعبان بالأكاديمية أمنع كل الكادر يحضر خوفا من يفقدون طاقتهم. المصيبة الأكبر إنه أنا إذا أدخل للأكاديمية الممر المؤدي من الردهة للأكاديمية إحنا لازم نغني. وصلت لنص الممر وأنا أخاف أنطق بأي كلمة، أخاف من لحظة الانهيار. إجاني صالح يركض من وراي ولزم إيدي قال لي ماما يلا. فأنا وقفت غمضت عيوني وغنيت. لو سرقت منا الأيام قلباً ناطاً بسام. كل الأطفال بنفس اللحظة صاحوا لن نستسلم للآلام، وبعد هاللحظة ما استسلمنا أبداً. 72 حالة عشتها مثل عبد المهدي بتفاصيلها، بلحظات الوجع وبلحظات القوة، بس باللحظة اللي غنيت بها تذكرت عبد المهدي. الوثق بربك تأكد ربك يحبك ترى حتى المرض نام. عبد المهدي اللي ما خلاني استسلم بعدها ابدا، وقصص النجاح اللي جت بعد عبد المهدي كانت اقوى من الموت. نور اللي اجت يائسه للمستشفى بسبب الياس توقف عنها العلاج. كانت تخاف تشوف طفل فاقد شعره، اول ما تشوف طفل فاقد شعره تظل تصرخ. قمه الياس اللي كانت عند نور كانت دائما تقول اذا انا اصلا راح اموت ليش تاخذون مني شعري؟ تتحاول أنت نور كل السعادة اللي قدمتها للأطفال بدون جدوى. لحد ما بيوم من الأيام بعد عشرات المحاولات وعشرات الأيام اقتنعت نور أنها تنزل للأكاديمية وصارت أحد المحاربين. أنا كنت أخاف من شعري يطيح وأخاف عبالي الشعر أهم شيء مني. ماما تالا علمتني الشعر ليش الشعر خير ولي الله طانا ويا شعر طانا نور بيوم من الأيام كنت راح أخسرها بسبب اليأس مو بسبب السرطان، لأن كانت بعدها ما ماخذة أي جرعة كيميائية. نور اليوم هي أهم المغنيين بالأكاديمية. الحرب الأكبر من نور اللي لا تزال لحد الآن هي بتول. بتول طفلة فقدت القدرة عن الحركة والنطق والتركيز بسبب حادث سير.
وطول كنت أتردد عليها مثل أي طفلة تحاول تستكشف شيء جديد. لحد ما بيوم التقت بي دكتورة بتول قالت لي تالا هالحرب خطرة وما أعتقد بها أمل. قلت لها ولا 1%؟ قالت تالا تأكدي من الدكتورة لأن أنا مو اختصاص. قلت لها باللهجة العراقية بالضبط، قلت لها دخيلك لو أكو أمل 1% خليني، أمل كاذب خليني، بس لو سمعت بيوم أنه أكو خبر يائس أتمنى أنه أنا أول شخص ما أعرف. كنت تتردد على بتول كل يوم، تعلمت العلاج الطبيعي البتول، كنت أسوي لها دائما وأنا أسولف لها عن حياتها قبل، عن الكرتونات اللي تحبها، عن أصدقائها، أغني لها الأغاني اللي كانت تحبها من الكرتونات. وأنا أسوي العلاج الطبيعي لبتول أتعامل وياها بأسلوب الأطفال، صوت الأطفال، حركات الأطفال. فالمحارب اللي يم سرير بتول هو أحد المحاربين المشاغبين، فكل ما أحكي ويا بتول هو يقلد علي، فظليت أباوع له وأضحك. التفت على بتول بهاللحظة لقيتها تضحك. كانت أول حركة تسويها بتول. استمريت بالعلاج الطبيعي بعد هالقوة اللي حصلتها من عندها. ظليت كل يوم أحرك إيد بتول، وباللحظة اللي أخلص العلاج الطبيعي أحط إيدي بين إيدها أقولها بتول سدي إيدك. كانت تنزل دمعة واحدة من عينها اليسرى بدون ما تتحرك. ظليت عشرات الأيام أنا أرجع على نفس العلاج الطبيعي، وانظر بتول المؤذي اللي كان يمكن يوقف أي قلب، كنت يومية أشوفه نفسه، بس ما استسلمت بهاللحظة. رجعت البتول، ويوم أنا أحرك إيدها، قلت لها بتول، هاليوم ما أريدش تبكين. وظليت أسوي العلاج الطبيعي، ودموعي تنزل. دموعي تنزل إذا هو خوف أو أمل، ما كنت أعرف شنو اللي جاي يصير. ولحظة اللي حطيت إيدي على السرير، حركت بتول إيدها لأول مرة. بتول حركت ايدها وحركت رجلها. تركت بتول اليوم، وكل ثقة انه بتول بيوم من الايام راح توقف على هاي المنصة تحكي قصتها كمحارب ومنتصر. بتولة بتولة مامي بتولة هلو هلو طيني ياها طيني ياها بتولة قولي ها بتولة يا مامي بتولة قولي ها هو يا عمري رفعي ايدك رفعيها يلا واحد الله الله هلو أنا جيت باي سوي باي باي يا الله باي 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 نزلي شوي نزلي يا مامي نزلي عليك الله يوخبي ميب 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 ليش مبانزي أنا حط إيدي شعبتش ما عارف تريد أروح بيتنا يا ما عليك بخي يا ما يا أدركت بعد بتول شي واحد أن السعادة عمرها ما ارتبطت بالأزلية ولا رح ترتبط بالموت إذا اليوم أو باكر أو عقبه. السعادة ممكن تتحقق بساعة، ممكن تتحقق بلحظات. ويا ما قضيت آخر لحظات بالعناية المركزة أنا والأطفال نضحك ونغني ونلعب قبل ما أودع المحارب للجنة. كلمة لازم تترك المدرسة صارت لازم ترجع للمدرسة، وحاربت حتى يقر قانون جديد بالعراق يسمح لكل الأطفال المصابين بالسرطان يمتحنون بس، وتحملت تدريسهم داخل الأكاديمية. كلمة خطية صارت يا محارب ويا بطل. كلمة الله يعينك على هالحياة صارت الله يعين السرطان عليك. أما فقدان شعرنا اللي هو كان أصعب شيء فصار أسهل شيء وأحلى فقرة ممكن نعيشها. صارت أي بنية من عندهم تفقد شعرها أخذها للحديقة حتى نذب شعرنا للحمامات
حتى تبني عش دافي يشبه حياتنا. بالنهاية رسالة واحدة مني ومن كل المحاربين، لو تيقنت من الموت ومنحك رب العالمين ساعة واحدة تعيش بيها، لابد أنك تستغل هالساعة بتحقيق حلم جديد. وتأكد لو منحت الحب الكافي خلال هاي الساعة، رح يكون كفيل أنه يرجعك للحياة.